عند التبلغ بأي نتيجة إيجابية، يجب على المصاب الاتصال فوراً على الخط الساخن للكورونا في وزارة الصحة العامة على الرقم 01594459. وفي حال لم يتم التواصل معك من قبل فريق الوزارة، اتصل على الخط الساخن للشكاوى 1214. شكراً لانتظاركم، سيوافيكم أحد مندوبينا بعد قليل. حاولنا الاتصال مراراً وتكراراً بالأرقام الساخنة التي وضعتها وزارة الصحة بعد عدة شكاوى من قبل مرضى الكورونا لسفنتين، ولكن لا رد ولا جواب. عمري أنا صار لي 3 أيام بالبيت محجورة لأنه طلع عندي كورونا. بعتولي فحص من المستشفى إنه عندي كورونا، بعتولي إنه بدك تتواصلي مع وزارة الصحة للاستفسار. لقيت أنا على وزارة الصحة الرقم اللي بعتوه منه مظبوط، اوكي. هي واحد فتت على الويب سايت تبع وزارة الصحة، كمان الرقم اللي حاطينه ما بيعلق الخط. رجعت على بدل ما هن يدقولي انا عم دق لهم، اوكي. رجعت في خط ساخن عم دق عليه، كمان ما حدا عم يرد. عرفت لحد ما جبت رقمه لوزير الصحة ودقيت، رد علي حدا من اللي بيشتغل معه. لميت العالم عليه، قلت له بعد بدي افهم شغله، انا بدي افهم حالي شو لازم اعمل. بما يستنجد المواطن المصاب بكورونا إذا كان المستشفى أو المختبر يطلب منه أن ينتظر اتصال من وزارة الصحة، وفي حال لم تتصل الوزارة خلال 24 ساعة فعليه هو الاتصال بها ليتبع التعليمات الضرورية لحمايته وحماية المقربين منه. ولكن الوزارة الحريصة على صحة المواطن لا تتصل ولا حتى تكلف نفسها برفع السماعة حين يتصل المريض. نغم يحيى، تي في 17.